السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم عندي ما يفيد وجيب لكم واحد الوصفة سهلة وبسيطة ولذيذة، طرطة بالتفاح. للمقادير ديالها بساط، واللي غادي نقولهم لك هما ثلاثة البيضات، كاس الزيت، كاس الزنيدة، كاس ديال الحليب، شوية الملحة، أربعة الخمارات وفانيا وحدة، بالإضافة للدقيق حسب الخليط. هذا بالنسبة للعجين. أما بالنسبة للتزيين، عندنا تفاح كنقطعوه رقائق وكنغطسوه في الحامض أو الليمون باش ما يتأكسدش لينا، الكونفيتير على حساب ندهنه باش يلصق لينا التفاح، وبطبيعة الحال فانيا. ونبدأو على بركة الله. نهرسو ثلاثة البيضات، ثلاثة البيضات كنضيفوا عليهم كاس السنيدة، كنضيفوا عليهم شوية الملحة قبيصة صغيرة، كاس الزيت، كاس الحليب، فانيا وحدة، ونعاودو ثلاثة. البنات ضربنا ثلاثة الضربات بالمولينكس. دابا غادي نهزو الخليط ديالنا وغنديروه في طاسة، اناء ديالنا، وغادي نضيفو دابا دقيق تقريبا جوج كيسان ونص. طبيعة الحال راه مغربلة، انا حطيتها هنا ولكن هي راه في الاصل مغربلة. غنضيفوا الخمارات. سمحوا لي البنات، ما بغيتش يعني حاولت انني نقدم هذاك الشيء مختصر، ونتمنى انها تروق الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تعجبكم القناه ديالي وتعجبكم الوصفه ديالي. وما تنساوش كيف ديما ابوني ولايك. والان على بركة الله هو الخليط ديالنا واجد، نصبه في المول ديال الحلوى الخاص بالحلوى. وحاولوا دائما البنات واحد الطريقه ديما نرفعوا ايديكم الفوق ملي تصبوا الكيك ديالنا باش تاخذ نسبه اكثر ديال الاكسجين وتجي من فوقها. وكيف ما شفتوا دابا طريقة ديال وضع تفاح في الكيك سهلة وبسيطة. حاولوا دائما تخلوا الفرق بيناتهم.
بقات اللمسه الاخيره هي الفاني اللي غادي غندير رشات بسيط من الفوق. هاد الفاني كيعطينا واحد المذاق زوين، يعني كيعطي اللوغو ديال التفاح واحد لوغو زوين، و اون بليس دو سا كيزيد حتى اللون، كيعطي واحد اللون ذهبي. وهكا الحلوه ديالنا سالات، وغادي نقدم ندخلوها للفران لمده نصف ساعه. نتمنى تعجبكم. السلام عليكم، وكيف ما كتشوفوا دابا هاي الكيكه ديالنا وجدات، ومباشره ملي كنخرج من الفران لازم ندهنوها. اللي كان عندك في الدار بما انها اقتصاديه تقدر تدهنيها بالناباج، بالكونفيتور، بالعسل، يعني اي حاجه باش تعطيها هذاك اللمعان وهذا البريو. ايوا غادي نقدر نقول لكم الان بصحتكم وراحتكم. كنتمنى الطرطه ديالنا تنال الاعجاب ديالكم، وكيف ديما ما تنسوش ابوني ولايك، والشكر الخاص لكل الاعضاء اللي دعموني. وبطبيعه الحال هذه الحلوه من تقديم الاخت ديالنا ام عمران.